السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية. نبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية. مؤتمر التعدين الدولي بالرياض يختتم أعماله بمشاركة واسعة من قادة الاستثمار التعديني والقطاعات المالية. وزارة الصحة تعلن البدء في المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للفئات الأعلى خطورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعفاء معالي الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى مع استمراره في مهامه الحالية. وشملت الأوامر الملكية تعيين معالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين معالي الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وكذلك تعيين معالي الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير. كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأستاذ عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير. وشملت الأوامر الملكية تعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين الأستاذ سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة. نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تحية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة. جاء ذلك خلال استقبالها لسمو وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية بالعاصمة سنغافورة، حيث جرى استعراض العلاقات بين المملكة وسنغافورة وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما ناقش فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطرق إلى جهود البلدين في حماية كوكب الأرض وما أعلنت عنه المملكة من مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. هذا واستعرض سمو وزير الخارجية مع دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ أبرز فرص التعاون بين المملكة وسنغافورة في ضوء رؤية المملكة 2030 وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في البلدين بما ينعكس على تنمية وازدهار الشعبين والبلدين. وبحث أيضا أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين. بحضور فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وسمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، احتفلت وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة أكوا باور السعودية بوضع حجر الأساس لمشروع محطة لتوليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح تبلغ طاقتها 240 ميجاوات وبقيمة استثمارية تصل إلى 1125 مليون ريال سعودي، وذلك عقب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واستثمارها ونقلها وفق نموذج مشروع مستقل لتوليد الطاقة. وأكد سمو وزير الطاقة أن المشروع الذي وقعت اتفاقياته في نهاية عام 2020 تحول إلى واقع ملموس ليكون لبنة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس التزام البلدين بتطوير استخدامها لمختلف مجالات الطاقة خاصة مجال الطاقة المتجددة. هذا ويعد هذا المشروع الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان، إذ سيسهم في دعم جهود أذربيجان لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. اختتمت اليوم جلسات مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض بحضور كبار المسؤولين والمستثمرين، حيث ناقش المؤتمر في يومه الأخير جملة من الموضوعات في واقع ومستقبل التعدين بالمنطقة والعالم ومدى إسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، إضافة إلى استعراض إمكانيات فرص هذا القطاع في المملكة والإقليم.
وشارك في المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من 100 دولة، منهم وزراء في قطاع التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم وقادة القطاعات المالية ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية. شهد المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي إقبالا من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات إلى جانب المهتمين. المعرض ركز على تقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس قطاع التعدين المستقبلي الذي سيلعب دورا جوهريا خلال السنوات المقبلة. نتابع. 12 جهة حكومية بالإضافة إلى العديد من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية التي تستثمر في قطاع التعدين تعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتعدين. يركز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس قطاع التعدين المستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دورا جوهريا خلال السنوات المقبلة، ويضم المعرض أجنحة مخصصة لبعض دول المنطقة. وسيعزز المؤتمر المصاحب قيادة المملكة الاستراتيجية لهذا القطاع، ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة، وييسر إقامة شراكات جديدة وتبادل للمعارف. تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها للمؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع، ويقدم للحاضرين نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة وإمكانية الحصول على الأراضي ودور الجهات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة. عرض للفرص الاستثمارية والعديد من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين في مجال التعدين، كل ذلك من أجل خلق بيئة استثمارية وعلمية في هذا القطاع على مستوى العالم. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 5499 إصابة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 2978 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 262 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمهما الله. هذا وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا 4,800,000، والجرعتين بأكثر من 23,400,000 شخص، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 25,170,000 من سكان المملكة. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 عاما، والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم. وأوضحت الصحة أنه قد تم اليوم الانتهاء من المرحلة الأولى حسب الأولوية العمرية، مشيرة إلى العمل على التوسع بتدريج لغاية الوصول إلى مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية. كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء، أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيا. وقال التحالف إنه نفذ في مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيات وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصرا من الحوثيين. وفي البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصرا. هذا وأعلن التحالف عن التحام ألوية اليمن السعيد في الجيش اليمني بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية، وذلك لمواجهة عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مثمنا بطولات ألوية العمالقة ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لحرية اليمن السعيد. اختتمت اليوم فعاليات التمرين البحري المشترك الشط الآمن 5 في نسخته الخامسة، والذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية. ويعد التمرين من ضمن التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وقد تم في هذا التمرين تنفيذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة في مجال القتال بالمناطق المبنية.
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن صدور الموافقة عن تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون 1.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلا من 2% يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2022. أتاحت المنصة الوطنية للتبرعات تبرع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمتي التبرع الدوري وخدمة إخراج زكاة الأموال عبر الموقع الإلكتروني للمنصة وتطبيقها على الهواتف الذكية. وتضمنت خدمة التبرع الدوري بشكل شهري أو سنوي وفقا لرغبة المتبرع، كما تضمنت خدمة زكاة المال حاسبة الزكاة لتسهل على المتبرع حساب الزكاة سواء كانت من زكاة المال أو الذهب أو الفضة وغيرها. وتمكن المنصة المتبرعين من التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة وتلبية احتياجات الأسر المستحقة للإعانات وكذلك المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل رفع مستوى الشفافية والموثوقية للعمل الخيري والتنموي. كشف برنامج سكني عن إتاحته ل 223 مخططا سكنيا يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة لمستفيديه من الأسر السعودية، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030. وأشار البرنامج إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 متر مربع للأرض، لافتا إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونيا ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني للأسر المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة. نشرتنا انتهت، وبقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية. مؤتمر التعدين الدولي بالرياض يختتم أعماله بمشاركة واسعة من قادة الاستثمار التعديني والقطاعات المالية. ووزارة الصحة تعلن البدء في المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للفئات الأعلى خطورة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.